بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ كلامنا بسلامنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أنا فخور سعيد بجد في غاية الشرف إني محامي منسوب لكم الجمع ده. محامين مصر لسه رجالة، محامين مصر وقفوا وقت ما احتاجناهم وقفوا رجالة. كم أنا سعيد بذلك. أنا محامي. هناخد لفة ونشوف الجمعية العمومية اللي وقفت، محامين مصر كلهم وقفوا وقالوا للغرياني وقالوا للزند وقالوا للمكي لأ، يعني لأ. ناخد لفة عليهم. رموزنا وكبرنا مرشح لمنصب نقيب محامين مصر الاستاذ مختار نوح مشرفنا في النقابه. هناخد رايه بسرعه كده في اللي بيحصل في النقابه. الاول، ايه راي حضرتك في الجمع اللي حضرتك شايفه النهارده؟ ده معناه ان المحامين لسه صاحيين وان هي الفئه اللي بتحمي البلد فعلا. اظن حضرتك شايف العدد وشايف الكم وشايف الكيف كمان، نوعيه محامين كبار ومحامين صغيرين. أنا فخور بأساتذتي وزمايلي بالجامعة ده كله. هستأذن معاليك، هسأل حضرتك أسئلة صعب إن حد هيسألها لك تاني. هلعب لعبة محامي الشيطان وهسأل حضرتك سؤال. هل فعلا بيقال إن الرباعي أو الخماسي المرشحين لمقعد النقيب أدخلوا موضوع قانون السلطة القضائية مع تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى لسرعة الانتخابات؟ لا، أنا آسف للسؤال يا رئيس. هو الموضوع اللي كان مطروح قانون السلطة القضائية، لما جت اللجنة وأجلت الانتخابات ضفناها على الموضوع. ثانيا، المحامين احنا كل اللي عملناه دعينا للجمعيه العموميه، انما المحامين هم اللي عملوها. هو احنا لو دعينا وما حدش جه تتم ازاي جمعيه عموميه؟ فاحنا ما ادخلناش. المحامين هم اللي عملوا البنود، هم اللي زي ما حضرتك شايف كده، وزي ما حضرتك شايف ما حدش رسم لهم خط سير، وزي ما حضرتك شايف ما حدش قال لهم هتافات. يعني ما فيش حد يملي المحامين، هم تصرفوا من نفسهم. في حاله ان القضاء والمستشار الزند والمستشار الغرياني عندوا، لا، والمجلس الاعلى للقوات المسلحه مش هيحصل، رفض مقابلتنا، مش هيحصل. ولو بيسمونا على الماده 18 بس مش هيحصل. لا، شعبنا شعب عاقل والقضاه برضو عاقلين، والمجلس العسكري يهمه انه ما يصطدمش باي حد. طيب اسال سؤال انتخابي. اتفضل. لو ان شاء الله باذن الله افترضنا ان حضرتك بقيت نقيب محامين مصر، ان شاء الله هتعمل ليه للشباب الصغيره اللي زينا كده اللي اتدمروا بعد الثوره؟ تاني حاجه، الكهنوت اللي اسمه موظفين نقابه المحامين واللي حضرتك ادرى مننا بيهم بكتير، هل في خطه حضرتك في دماغك للموضوع ده؟ اسال اللي عملناه في 92 وانت تعرف. اسال وانت تعرف عملنا ايه للشباب، والعلاج والمواصلات تقسيط الكتاب وكل حاجه عملناها للشباب. وما فيش حاجه اسمها موظف ما كانش يقف احتراما للمحامي، كانتش موجوده، دي اتوجدت في ال 15 سنه البائسه اللي مرت. كل عارف كده. ده منظر نقابه؟ هو ده منظر نقابة؟ النقابة دي كانت مفتوحة، حزب الوفد قام من هنا من الجنينة دي، ما كانش فيه الكلام ده، كل الكلام ده لازم يتشال. حزب الوفد كان السادات ضده، حسني مبارك في أوائل حكمه كان ضده، طلع من هنا من المكان اللي حضرتك واقف فيه. يعني أقدر أقول إن لو حضرتك إن شاء الله بإذن الله بقيت نقيب محامين مصر، ممكن يبقى في بيننا بروتوكول شرف إن حضرتك في ظرف وقت معين هتحقق لنا مطالب، ولا هنستنى 9 أشهر الدورة كاملة؟ 9 أشهر دورة كاملة ايه؟ 9 أشهر وهيبقى شكلنا عامل ازاي؟ هتلاحظ ان في نقابة ان شاء الله. انا شاكر لحضرتك. اسأل يا استاذ باذن الله. انا شاكر لحضرتك وانا احد المحبين لحضرتك ده بجد. الله يكرمك. شاكر ليك يا ريس. الله يكرمك. طبعا طبعا، وبقول لكل نقيب.